السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ فيديو اليوم عن ارواج برجوة اللي هي عروج اديشن. عندي منها 7 درجات في الوان، عندي اياها من قبل وفي الوان جديدة. بما ان وايدات منكم يحبون فيديوهات اللبس فاتشز، خصوصا بيتي فاطمة من سكين اوفر دوز، فقلت خل اسوي لكم هالفيديو. احب بين فترة ثانية اجرب ارواج جديدة او تكون عندي مجموعة ارواج من ماركة معينة، فحب اراويكم اياها علي، خصوصا اذا انت درجتك نفسي او قريبة مني. انا في ماك انسي 30 الى انسي 35، في الشتاء انسي 30 وفي الصيف انسي 35. فاذا انت درجتك مثلي او قريبة مني، ممكن الارواج تطلع عليك بنفس اللون تقريبا. ارواج اروج اديشن من برجوة ثباتها حلو، لو انها مطفية بس فيها نسبة ترطيب بسيطة. قبل فترة نزلوا مجموعة جديدة اللي هي 12 hours، فقلت مدام عندي 7 الوان حينة خل اراويكم اياها، واغلبها درجات الاحمر درجات الشتاء. فبما ان بعد نحن في الشتاء فاحس هاي الارواج مناسبة. برجوة ستانداردهم في بوتس، في لايف ستايل، واسعارها مناسبة لانها من الدراغ ستور. فحب اراويكم الدرجات علي، وفي نفس الوقت براويكم اياها على ايدي مثل ما عودتكم دايما. فتعالوا اسرع نشوف السواتشز. هذه كانت يا حلوات السواتشز الأرواج برجوة اللي هي روج اديشن الموجودة عندي. مثل ما رأيتكم 7 أرواج، أغلبهم درجات الأحمر اللي هي درجات الشتاء، واللي لاحظتوا عليهم 12 hours، هاي الفورمولا الجديدة. صراحة ما لاحظت وايد فرق بين الفورمولا الجديدة والجديدة، بس إن الجديدة شوي أثبت عن الجديمة، بس بعد حلوة. إن شاء الله تكونون استفدتوا من هالفيديو، وإذا عجبكم لا تنسون اللايك، وإذا عندكم أي كومنت اكتبوا لي إياه تحت، وبعد السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.